السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين طلاب الصف الرابع الابتدائي، اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنحل مع بعض صفحة 59 من كتاب بيت باي بيت، صفحة 59 وصفحة 60 و61 و62 بأمر الله تعالى. يلا نبدأ الأول بصفحة 59. طبعا عندنا الليسن، ادي اول حاجه في الليسن بيقول لي داد از ا، يعني بابا يكون ساينتست. ساينتست يعني عالم. ركز بقى معايا كده وترجم كل كلمه انت مش عارفها، الكلمه اللي انت مش عارفها وترجمتها احفظها وانزل بيها عمود، لان الانجليزي بتحفظ بالورق والقلم. طيب نمبر 2، وما تنساش اللايك. يلا لايك دلوقتي بقى قبل ما نبدا، ها يلا لايك دلوقتي عشان كل مره انت بتنسى، ولو اول مره تشوفني يلا دوس سبسكرايب او اشتراك في القناه عشان يوصلك لاخر المنهج بامر الله تعالى، قراءة كلمات وحل تدريبات الكتاب بيت باي بيت. بيقول لي هنا the desert is very، يعني الصحراء تكون، يبقى is very hot. hot يعني حارة جدا. number 3 dad likes not animals، يبقى watching animals، الأب بيحب مشاهدة الحيوانات، لأنه ما قلناش كده أصلا في النص، بس هي يعني هي اللي تنفع. طيب هنا بيقول لي vegetables يعني خضروات، do يعني يفعل، ممكن تبقى فعل مساعد، healthy صحي، ولايك يعني يحب. do you like not food، يبقى do you like healthy food، يبقى واحدة تبقى healthy. طبعا انت اكتب ما ترقمش كده، زي يعني رقم واكتب. number 2 yes I، يبقى yes I do، يعني نعم انا افعل. number 3 بيقول لي what healthy food do you، what healthy food يعني ما الطعام الصحي، do you like اللي انت بتحبه. طيب هنا fruit and، يبقى الفاكهة و vegetables number 4، يبقى fruit and vegetables. طيب عندي هنا القطعة، يلا نقرأها ونحلها مع بعض. بيقولي هنا my father is a good farmer، يعني أبي يكون فلاح جيد. he has a big farm، هو عنده مزرعة كبيرة. he grows tomatoes، هو بيزرع الطماطم. potatoes البطاطس، والبانانز الموز، watermelons البطيخ، and wheat والقمح. he keeps a cow، يعني هو بيربي بقرة. a horse وحصان، and a donkey donkey يعني حمار. he raises chickens to get eggs، يعني هو بيربي الدجاج ليه بقى؟ لكي يحصل على البيض. تو هنا معناها لكي، جت يحصل على وي اجز. طيب عندي هنا اول سؤال بيقولي what's your father's job، يعني ما وظيفة ايه والدك. طبعا قال لنا ايه؟ ان هو فارمر، يبقى يكتب هنا he is a farmer. he is a farmer، هو يكون فلاح. number 2 what does your father keep، يعني ايه باباك بيربي ايه؟ هو قال لنا هنا he keeps a cow horse and donkey. اي هدي الاجابة بتاعت number 2، طبعا انا علمت عليها وانت اكتبها. طيب تعالى نشوف صفحة 60. هنا السؤال في صفحة 60 choose، هنختار هو طبعا على القطعة. بيقول لي my father is a، أبي يكون هتبقى farmer فلاح. my father's farmer my father's farm is، يعني مزرعة أبي تكون big كبيرة. my father raises، يعني أبي يربي. raise يعني يربي، بيجي دايما معها كلمة chickens، يبقى raise chickens يعني يربي الدجاج. طيب تعالى نقرأ مع بعض كده ونحل الجمل دي. بيقول لي هنا he plays football، يعني هو بيلعب he plays football نقط، هو بيلعب كرة القدم نقط تنس، يبقى and tennis. ليه حطينا and؟ اولا دول كلمتين لهم نفس المعنى، بيلعب في كرة القدم وتنس، مفيش تعارض ولا تناقض، وبعدين مفيش كومة عشان نحط بط. طيب بيقول لي farmers نقط chickens، انا لسه قايله لك كلمة raise بتيجي مع chicken، احفظها كده raise chickens، raise chicken، raise chicken، raise chicken يعني يربي الدجاج. طيب بيقول لي هنا نبيل washes the rice، يعني نبيل بيغسل الارز. he can't cook it، هو بيغسل الرز بس ما بيعرفش يطبخه،
he can't cook يبقى but. عندنا كوما اهي والجملتين عكس بعض، حاجة بيعرف يعملها بس حاجة ما بيعرفش يعملها، او جملة ما فيهاش نفي وجملة فيها نفي. عندي نفي اهو، لو لقيت جملة فيها نفي وجملة ما فيهاش نفي على طول استخدم but، وكمان في كوما اهي. وبط معناها لكن، بتربط بين كلمتين عكس بعض يعني فيهم تناقض. طيب نمبر 4 بيقول لي we need، نحن نحتاج to grow plants عشان نزرع النباتات، يبقى we need seeds. seeds يعني بذور. طيب هنا نمبر 5، دمياطي تشيز is very، يبقى is very famous، الجبنة الدمياطي تكون مشهورة جدا. طيب يلا نرتب الجمل دي ونعرف معناها، يعني اعرف معناها بالعربي عشان لو جات لك بطريقة تانية مختلفة. هدى هتبقى هدى repented hair bike، hair bike يعني هدى اعادت تلوين الدراجة بتاعتها، يبقى هدى repented her bike، repented يعني اعادت تلوين او دهان. طيب هنا the seeds were dead يعني البذور كانت ميتة. The seeds were dead، the seeds were dead، البذور كانت ميتة. طيب number 3، we grow rice in Egypt يعني نحن نزرع الرز في مصر. we grow rice in Egypt، طبعا انت لازم تكتب ما ترقمش وبس. طيب نمبر 4 هنا you، يبقى you can see many crops in Egypt يعني يمكنك ان ترى كثير من المحاصيل في مصر. يلا بقى نرقمها، you can see many crops in Egypt، you can see many crops in Egypt. طيب عندي هنا number 5، تشينغ، يبقى تشينغ ده اسم الرجل الصيني اللي هو المزارع الصيني. تشينغ was، يبقى تشينغ كان، كان ايه بقى؟ honest and good او good and honest، مش مشكلة ايهما نبدأ يعني. يبقى تشينغ was good and honest، او honest and good، يعني ممكن اخلي good number 5 وhonest number 3 عادي مفيش مشكلة، يعني كان تشينج جيد وأمين أو طيب وأمين. طيب عندي هنا الصفحة 61، طبعا في صفحة 61 عندنا أول سؤال listen. listen هتلاقيه في آخر الكتاب، هتلاقي النص بتاعه في آخر الكتاب علشان أنا بس ما لحقتش أحله. طيب تعال نشوف على طول هنا choose، نختار. بيقول لي هنا farmers نقط rice in Egypt، يبقى farmers grow rice يعني الفلاحون يزرعوا الرز في مصر. number 2، we try to in the competition، competition يعني مسابقة، اكتبها واحفظها، مسابقة. we try to يعني احنا بنحاول ايه، يبقى we try to win، نحن نحاول ان نفوز بالمسابقة. طيب عندي هنا number 3، an emperor is someone who is like a، طيب يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي الامبراطور، الامبراطور يكون شخص مثل ايه؟ يبقى مثل الكينج، الملك، شخص مثل الملك. طيب number 4، he is honest، هو يكون امين، يبقى he doesn't lie يعني يكذب، هو ابدا لا يكذب كذب لأنه يكون أمين، he is honest. طيب تعال نشوف هنا السؤال الأخير في صفحة 61، عندي famous يعني مشهور، لازم تعرف كل كلمة. famous مشهور، catch يعني يصطاد، بيجي معها fish. life يعني الحياة، grow يعني يزرع، sell يعني يبيع. بيقول لي ألكسندرية يعني اسكندرية تكون مدينة جميلة. نقط، خلاص حط نقطة. is good there، is good there يعني life، الحياة تكون جيدة هناك. انت لازم طبعا تقرأ القطعة كلها وترجمها قبل ما تحل، بس انا بحل معاك على طول. life is good there يعني الحياة تكون جيدة هناك. the sea in Alexandria يعني البحر في اسكندرية. is يكون، يكون ايه بقى؟
نقط فيشرمان. يبقى ذا سي إن ألكساندريا إز فيمس، يكون مشهور. يبقى فيمس مشهور. فيشرمان يعني الصيادين. كام تو ذا سي، بيجوا إلى البحر. تو نقط ثاوزند أوف فيش، ألاقي فيش على طول أحط كاتش. كاتش فيش يعني يصطاد السمك. بيقول لي هنا ازاي ذا فيش ات ذا ماركت، يبقى ازاي سيل، يعني ايه سيل؟ يبيع. وماركت السوق، يبقى يبيع السمك في السوق، يبيع السمك في السوق. تمام، بس كده. تعال نشوف بقى صفحة 62. صفحة 62 عندي اول سؤال. طبعا عندنا القطعة، بيقول لي هنا هنقرأ القطعة دي مع بعض ونترجمها ونحل الاسئلة بتاعتها. طيب اول سؤال، اول جملة عندي بيقول لي my name is احمد سامي، يعني اسمي احمد ايه؟ سامي. I like chicken and mangoes، يعني بحب الدجاج والمانجا. ركز كده في كل جملة وفي كل كلمة. كلمة اللي مش عارفها انا قلتها بالعربي اكتب فيها. بيقولك انا بحب الدجاج والمانجا. I like drinking sugar cane، انا بحب اشرب عصير القصب. sugar cane يعني عصير القصب. juice طبعا يعني عصير. my brother مجدي، اخويا مجدي، likes rice and potatoes، واخي يحب البطاطس والرز، الرز والبطاطس. we go to school by bus، نحن نذهب المدرسة بالأتوبيس. we do our homework، احنا بنعمل الواجب بتاعنا. at 7 o'clock، الساعة 7. then ثم we play with my cousin أدهم، وبعد كده بنلعب مع ابن عمنا أدهم. cousin يعني ابن العم. at 8 o'clock، الساعة 8. we have dinner، وبنتناول العشاء. at 9 o'clock in the evening، in the evening، وبنتناول العشاء الساعة 9 في المساء. طيب تعالى نشوف بقى كده مع بعض. عندي we refers to، يعني ايه اصلا refers to؟ refers to دي يعني يشير الى، يشير الى. بيقول لك we هنا دي بتشاور على مين؟ بص بيقول لك ايه، we go to school، مين we بقى؟ طبعا اللي هو مين؟ اللي هو احمد واخوه. اخوه اللي هو مين؟ مجدي. يبقى احمد ومجدي، احمد and مجدي. يبقى نحط دايرة على احمد and مجدي. هو اسمه احمد سامي واخوه اسمه مجدي، يبقى احمد ومجدي. طيب تعال نشوف السؤال الثاني. بيقول لي هنا they have dinner at، بيتناولوا العشاء امتى؟ طبعا at 9. ان اي ني اي. طيب عندي السؤال الثالث، بيقول لي how do احمد and مجدي go to school، ازاي احمد ومجدي بيروحوا لسكول المدرسه؟ طبعا قال لنا باي باص، بالاتوبيس. هو يعني مين؟ اللي هو من للعاقل. هو لايكس تشيكن اند مانجوز، مين اللي بيحب الدجاج والمانجا؟ بص كده اروح على كلمه دجاج ومانجا، تشيكن اند مانجو. قال لي اي دي يعني انا. طب هو مين اللي بيتكلم على نفسه؟ احمد سامي. يبقى اروح على طول على كلمه احمد سامي واكتبها احمد سامي. طيب تعال نشوف بقى السؤال اللي بعديه. بيقول لي هنا عندي اللي بين الأقواس ده غلط ونصححه، بس لازم تعرف ايه التصحيح بتاعه، السبب يعني. عندي هنا كلمة or، she likes fruit، هو بيحب، هي بتحب الفاكهة chocolate. طبعا احط ايه؟ دي جملة كلمتين لهم نفس المعنى، بيحب حاجة وحاجة، مفيش تناقض، يبقى احط and، وكمان مفيش كومة. طيب هنا بيقول لي there، خلي بالك or معناها او. طيب عندي هنا there are some rice، rice دي كلمة مفرد لا تعد، يعني تعامل زي المفرد. طب المفرد بياخد are؟ لا بياخد is، يبقى there is. بيقول لي هنا ثلاثة، I have candy but cola. I have candy يعني أنا بتناول الحلوى ولكن الكولا، لا طبعا مش هيبقى لكن، جملتين كلمتين لهم نفس المعنى، يبقى نحط and، أتناول الحلوى والكولا. طيب number 4، I like playing tennis، أنا بحب التنس، كوما كوما، وحطيت لي كانت منفية، يعني جملة مثبتة وجملة منفية. I can't play well، أنا ما بعرفش ألعب كويس، يبقى حط but. بص عندك كوما هي. طيب تعالى نشوف ال punctuation. We raise chickens in Egypt، ال W في we نكبرها نخليها capital، أول حرف في كل جملة بكبره كده.
We raise chickens in Egypt. الإي في إيجيبت هي كبيرة، لو ما كانتش مكبرة كان لازم نكبرها، وفي الآخر نحط فول ستوب نقطة. طيب تعالى أقول لك هنا الباراجراف بيتكلم عن إيه. بيقول لي your favorite meal، يعني وجبتك المفضلة. meal يعني وجبة، وجبتك المفضلة إيه؟ عايزك تتكلم عن الطعام، يعني زي ما كان أحمد سامي بيتكلم على نفسه في القطعة وبيقول لك أنا بحب chicken and mangoes. طيب بيقول لي هنا what's your favorite meal، ما هي وجبتك المفضلة؟ هتقول مثلا my favorite meal is rice and fish وهكذا يعني. طب بيقول لك who cooks it، يعني مين بيطبخها لك، مين بيعملها لك؟ طبعا هتقول my mother cooks it for me. اتكلم بقى، قول 5-6 جمل كده، بس خلي بالك الله يكرمكو كل كلمة وكلمة سيب مسافة في النص، ما تحطش فاصلة ولا شرطة ولا نقطة، لا سيب مسافة، سيب حتة فاضية يعني بين كل كلمة وكلمة، سيب حتة فاضية، وبعد الجملة ما تخلص حط نقطة عشان تعرف اللي بيصحح ان الجملة خلصت. تمام، في السطر باقي مكان اكتب فيه تاني، مفيش باقي مكان اقلب على السطر اللي بعده، وخطنا يبقى حلو وبلاش نشخبط كتير. لو غلطت في كلمة اشطب عليها في خط صغير كده واكتب تاني كلمة جنبها، وبلاش تشطب على حرف في نص الكلمة وتكمل الكلمة عادي كأن مفيش حاجة حصلت، لا خطنا يبقى حلو ونضفت الكراسة او الكتاب بتاعتك من نضفتك انت. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا اعمل لايك دلوقتي قبل ما تمشي وتقفل الفيديو. كانت معكم مس منى صبحي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.